نتحدث اليوم عن الألقاب والمسميات وقديش اليوم صار في إشباع اجتماعي ومرض وهاجس اجتماعي، يعني عشان خلص كل واحد بده لقبه يكون حاضر قبل وجوده أصلا وقبل صح. اسمه، وارتبط بشكل كبير هذا الموضوع. مزبوط، يعني كل واحد صار يعطي لحاله اللقب. مش عارفين أنه أصلا اللقب يعني فعليا من تعاملك من سلوكك الناس هي اللي بتطلقه عليك. صحيح. مش أنت بتفرضه على الناس، فهو يفترض انه انت تضيف له مش هو اللي يضيف له. يعني اليوم هذا الموضوع اصبح هاجس عند كثير من الناس، سواء كان اكاديمي او حتى شخص عادي، يعني حتى يمكن واحد قاعد بدكان اذا ما قلت له يا باشا يا معلم يعني بزعل عليك. فعشان نخوض بهذا الحديث وقبل الفاصل يمكن حكينا انه راح يكون معنا الاستاذ والفنان وصانع المحتوى والدكتور المستقبلي ويعني مقدم البرامج الاستاذ امجد حجازين. الإعلان. ان شاء الله يعني ارضيت حضورك. أهلا أهلا. لسه بدي اقول لك طيار وانا أيوة. عندي اشياء. كيف شو اخباركم؟ الله يسلمك. صباح النور. صباح النور. انا يمكن راح اصير دكتور لان اول مره بصحى بدري هالقد. انا تركت التعليم من الصف السادس عشان ما اصحاش بدري، بس الحمد لله. يعني اليوم جبناك بدري سيدي. يعني ولكن هذا الموضوع لما طرحناه امبارح احنا شباب الاعداد قلنا ما في غير امجد نتناقش احنا وياه بهذا الموضوع. اليوم هذا الموضوع صار فعلا مرض اجتماعي عندنا. صح. ألقاب كثير، اللقب بيظل مرتبط بالشخص حتى لما يكون خارج وظيفته بيظل معه طول العمر. صحيح. شو وضعنا اليوم احنا؟ مش عارف ليش بنحب المسميات والألقاب. مش بحس وجهة اجتماعية مبنية على مجد مزيف. أظن هيك الشيء. أنا أيام الجامعة زمان بتعرف أولاد أول طلعتنا على الدنيا كان الواحد يحب أنه يعني قال يا ريت لو يكون لقب في يوم من الأيام. بس شوي شوي ببلش استنتج خصوصا من اللي بتعامل معهم من الدكاتره، بتصير الدكتور الكويس لو ناديته باسمه بتمر عادي. يعني انا اسف على اللي راح احكيه، بس انا على وزني هذا درست كليه الرياضه، فهمت علي؟ كان في عندنا دكتور يعني رهيب ورائع والله، دكتور عمر الهنداوي. في يوم من الايام كنا اول جيته على الجامعه مخلص من امريكا وهيك، وكان مساعد مدرب ليكرز بامريكا. فهو جد دكتور رياضه وكثير بفهم. فمرة واحنا بنلعب انا كابتن كابتن كابتن، فحد من الشباب بقول لي بلاش تقول له كابتن بلاش يزعل دكتور. فاعتذرت منه بعد ما خلصنا لعب. انه لو بقول لي في الملعب امجد الكابتن اهم من الدكتور. فانه هي والله صح. فانت في مكانك الاشي في مكانه يعني اهم من انه انا اعطيك اللقب، وحتى لو كنت فعلا معك شهاده الدكتوراه قضيه انه قديش انا شايفك مهم بهذا الاشي. بعدين صرت اشوف انه يا اخي والله اللي بفهم هو انه ما هو بحاجه انت اصلا لحالك يعني انه في حدا بفهم جد بتحس انه من قلبك طالع دكتور. صح. طالع حقيقيه، مش انه انا بدي الزق لك لقب والسلام يعني. وغير انه انا مقتنع بانه اللي منيح هون يعني غيث انت هون في مكانك بتجنن، بس انت اصلا لو ما دخلت كل فيلد الاعلام لو اشتغلت اي شيء ثاني برضه حتكون لك بصمتك في هذا المكان. صح. لانه انت كويس، المفروض انه احنا كويسين بدون ما يعني قدر الناس بعيدا عن القاب. تماما. بس ما بعرفش صرت يعني من فتره صرت اشوف على الفيسبوك اشياء غريبه. ايوه. يعني كان في دكتور حط ديار والمهندس اي ان جي، ولو انه مش مع بس انه اوكي. بعدين صار في اي سي سي، فانا فكرت شيء اكاونتنت محاسب كمان الطم. ايش ما ايش فيه يعني انا لو مكانك بحكيش، ما البلد قاعده عن كلها عن الشغل يعني، مش الدكاتره قاعدين عن الشغل. فما بعرف هيك في بحس انه هو اسمه ما بكفيش انه يفتخر فيه. بقول لك ما هيك بتحس في حاله من المجد الزائف وحس انه انا لازم اكون مهم فلازم اكون دكتور. لازم يعني هذا بعطي اهميه اللقب والمسمى، بعطي اهميه عندهم اكيد. لو شاعر باهميته الشخصيه ما بحتاجش اللقب، ما بحتاج. صح. طب ايش امجد اكثر الالقاب شيوعا عندنا؟ مش عارف، انا من فتره صار ناشط شبابي. انا بعرف شو بيعملين. ايش يعني ناشط شبابي؟ نشيط. بصحى اليوم الصبح مثلا يعني انا اليوم ناشط شبابي. انا اليوم ناشط. امبارح ابدا تعدمني ولا اي شيء، بس في ناشط شبابي. انا في حدا عندي على الفيسبوك مره عمل لي، دخلت اشوف بروفايله. بدك تعمل سكرول مرتين علشان تخلص الاشياء اللي عملها. طبعا الاشياء اللي عملها ولا شيء يعني يعني انا بالصف الثالث كنت بخلص هاي الاشياء اصلا. اي شيء ناشط وكله ناشط شبابي في ابصر. ايش ايوه شو بتعمل يعني؟ يعني انا عشان اصير ناشط شبابي شو لازم ادرس؟ حلو. شو لازم اخذ دورات مثلا؟ فعندنا ناشط، عندنا احنا 11 مليون في الاردن. في عندنا يمكن 13 مليون ناشط شبابي. في بكون ختيار ناشط شبابي بعد هذا. روح شباب. شباب شباب بالقلب. ادخل معك كمان بموضوع امجد، بس والله خايف ادخل معك فيه. لا خايف تورطنا على سكروا المايك علي. موضوع معالي، دولة، سعادة، سيد، استاذ، الألقاب المرتبطة بالشخصيات السياسية والمناصب القيادية بالبلد لإمتى هاي بدها تظل مرتبطة فيهم؟
بس بدون ما تورطنا. بدون ما اورطكم. مش عارف كيف بدون ما اورطكم. شوف انا يعني بعرف بشكل شخصي في ناس قبلوا يكونوا وزراء علشان بس يوصل اللقب والله. صح. ولا هو يعني كان قضيها من عزل عزم. انت عارف كيف الختايب من جهه لجهه. بعدين بيجي على هاي وعارف انه مش راح ياثر يعني او ملوش داعي لكل اللي بس انه بصير معالي. هلا تفضل صير معالي. طب عاد صير معالي يعني بدك ناوي تصير معالي. احنا من كلنا بنتفق نصير ناديك معالي بدون ما تورطنا في وزاره يعني. صح. بدون ما تدخل هذا. بس انا مش فاهم ليش هذا يعني. بفهم نوع من الاحترام لمنصبه اللي هو فيه. بس ما هو يعني انت بعد ما تخلص ليش بيضل معك ال يعني بيضل معه حتى لما يموت لما النعي تبعه المعالي كذا كذا بتحس أبناء. انا في نعم يعني في مرات كنت تقرا نعه هيك انه فلان معالي ودوله وسعاده وعطوفه يا اخوان ايش يعني هو سي في يعني حط رقمك الوطني وقضى اسمك قرض يعني خلاص ما فيش داعي واسمك كويس حلو كنا يعني الاسماء الطبيعيه تبعتنا اللي بنعرفها. انا مش مع انه الاسم يستمر بعد ما تخلص من مكانك خصوصا انه على الاغلب وانت في مكانك ما استفدناش بدليل انه احنا وصلنا لهون يعني احنا لو استفدنا ما وصلناش لهون. بس حضرتك مسكت اكثر من مره وتعدمني يعني طب بموضوع المشيخه امجد يعني المشيخة زمان كانت لكبير العيلة وأكثر واحد يعني هيك بلجأوا له بالمشاكل بيكون هو حلال المشاكل للعيلة وواجهة العيلة. هلا اللي بيعمل مشاكل هو شيخ أنا اختلفت هلا زمن. أي واحد صار عنده لحية صار شيخ وأي واحد لبس عباي وأي واحد أيوة هيك يعني أخذ الموضوع بالمضاهر عشلرات فاهم وأنا بصير شيخ خلق هلا بنزل بجيب واحد وبرجيك هون الشيخ أمجد حجازين ما بعرف لأنه حرفيا أنا بحس إنه هو مش حاس حاله أصلا مهم في الدنيا فالحل الوحيد يلزق حاله في اي شيء فسهله شماغ وعقال. طب هل فعلا انا لما اشوف والله امجد مارق والله معالي امجد حجازين مارق معالي يعني اعطاك تفخيم وشيء يعني انا تغيرت نظرتي تعاملي راح يتغير معاك لازم اتهيأ لما اقعد معاك تصدق انه في ناس هيك بتحسبها انه بعدين ما قليش معالي زي ول لا بقوم ركب له اياه في مختبر معالي وخلصنا يعني ما يا ويلك اذا ولازم تطلع من قلبك فاهم من وعيد الام وحضرتك امي ليه لازم تطلع من قلبي في ناس ما بعرف انه انا ما هو بتعرف شو احنا حتى على الفيسبوك اذا بتلاحظ كثير ناس وكثير كثير يعني شريحه ويمكن الشريحه الاوسع على الفيسبوك بتعطي يعني بتصدر صوره هاي مش صورتها الحقيقيه لانك بس تعرف عليه بيطلع يعني اي حاجه صحيح يعني صحيح. بتتمنى انك جد يعني هذا الانسان يعني بتتمنى لم يخلقه الله بعد ما كان موجود بس على الفيسبوك بحسسك انه هو يعني ما شو هذا الفخم شو هاي الاخلاق شو تعامل معه وشوف عاد فهو عم بصنع شخصيه وهميه اظن جزء من صناعه الشخصيه الوهميه انك تلزق حالك يعني تلزق لك اي لقب وهيك بتصنع هاي الهاله حواليك مجرد يعني اول 10 دقائق وانت بتحكي معه بتعرف انه يعطيك العافيه. اليوم حتى عكروت العرس صار يحطوا الالقاب هي غير اميرتي غير اميرتي مش غير اميرتي لا والله مش انا بس يعني بشوف على الكروت ان شاء الله سيدي يعني تكون اميرتي الله تدخل القفص الذهبي يعني كنا نحكي قبل الفاصل بس قبل امبارح واحنا بنحكي بالموضوع بنحضر له فبحكي لي واحد من الشباب قصة يعني اجى شاب غريب على مجلس مجالس الاردنيين بعزاء او بعرس فدخل وانه كلها عطوف معالي سعادة السيد عطوفة مش عارف شو فطلع ودخل وقعد مع الناس ومو عارف هذا شو منصبه هذا وين بيشتغل هذا وزير هذا مدير هذا رئيس قسم تعرف اني حتى انا كنت اشتغل يعني زمان بوظيفة حكومية رئيس القسم بزعل اذا ما قلت له عطوفة طبعا لازم شو رئيس القسم جزء من طب من وين اجى هذا اللقب وعن جد عطوفة بالتسلسل وال يعني هو لقاه في المطبخ في الدار يعني فلبسه وطلع فيه يعني هيك الاشياء بتحسيها يمكن كمان لانه احنا عندنا بتعرف احنا بنغير وزارات اكثر ما يعني الشعب الاردني بيغير نوع دخانه فبتلاقي فعلا في عندك في مكان حوالي 40 واحد معالي ضلوا كلهم سابقين معالي كمان النواب في ناس جد بتنزل على النيابة عشان يعني بدفع مليون سعادة. اكيد مش عشان يعني بده ياخذ هذا اللقب اللطيف وهيك والمشكلة الاكبر انه ما بيحققش يعني متطلبات فكرة انك تستحق هذا الاشي فانت بتصير لاي حدا معالي بايام يلا ما اللي عليك عليك يعني بصراحة مش عارف أنا بشوف إنه ارتباط اللقب والمسمى بالشخص لطول حياته خصوصا بالوظيفة الحكومية هذا شيء يعني طب أحكي لك شغلة الشخصيات الأردنيين متفقين عليها إحنا عمره ما قلنا له معالي أو دولي يعني صح. مثلا الشهيد وصف التل كلنا بنقول عن وصف التل رغم إنه كان رئيس وزراء الأردن صح. ما عمرك سمعت حدا بيقول دولة وصف التل أبدا بدون
بتحس اسم وصف التل اهم اصلا. المجالي نفس الشيء، كل الشخصيات اللي فعلا انه هذا تاريخ محترم جدا، حابس المجالي، حابس المجالي ما فيش، مش لازم تحط له تلزق له لانه خلص اسمه بكفي. هذا اللي احنا يعني مش قادرين نوصل له. الناس انا لاحظت من فتره مره اظن كتبت على الفيسبوك انه فلان معالي وفلان دوله وفلان طبيعي، ايش معنى وصف التل؟ وصف التل لانه وصف التل، لانه جد حقيقي، لانه هو اسمه اكبر من لقبه، واحنا كلنا عارفين انه جد حقيقي والله يرحمه، يعني كان فعلا حقيقي بحق البلد وحقيقي بحق المواطن، فكلياتنا وبنحسه واحد منا. واني احسك يعني ضمن يعني ضمن دائرتي هذا اهم من انه انت تكون دكتور او تكون معالي او تكون عطوفه او تكون، بس على الاقل انه حدا انت يعني اللي بتكسب يعني اللقب. الاستاذ رعد البطاينه بيصبح عليك استاذ امجد وبقول اللقب الجميل ما دام يعني باب للقدره على العطاء والمساعده. والله يا اخوي رعد ما بيعملوا شيء اين شايفين يعني. طيب هذا موضوع هاي المسميات والألقاب اللي الناس بتحب تناديها. اليوم برضو إحنا وإحنا قاعدين بين بعض وإحنا بالسوق وإحنا بالشارع في صرنا نادي بعض مصطلحات غريبة، يا باشا، يا معلم، يا صديقي، يا معلم، معلمنا، صاحبي، صديقي. من وين صار صاحبي؟ من وين صار صديقي؟ عزيزي، صار ليه عزيزي؟ عزيزي يعني من وين كمان إحنا صرنا خلص كأنه المجتمع تعود إنه ينادي بلقب، ينادي باسم. سيدي، سيدي مثلا، هاي كلمة سيدي، هلا سيدي، هلا ما يعني شو وضعنا؟ أنا في صديق لي تزوج وخلف زي كل ما خليق الله بتعرف، لأنه التكاثر مش حكر علينا يعني، ومش إنجاز نفتخر فيه، التكاثر. مرة وإحنا قاعدين فأنا حكيت له، ناديته باسمه، اللي بقول لي أبو زيد. إيش هو اللي أبو زيد؟ يعني إيش هو اللي أنت متخيل في حدا مش، لا مش اسمه لحال لازم أبو زيد، فهو حاسها جزء من يعني لقب، اللقب تبعه إنه أبو زيد. لا لا عادي، أنت أمورك تمام. أنت باسمك طبيعي. احنا صرنا اذا حدا قال لي امجد، اوكي، انه هو اساس انه امجد انه انا اي حدا. ما انا لو حاس من جوا انه انا اي حدا، ما يعني لو حاس انه انا عفوا يعني معبي مكاني، مش مهم تقول لي امجد، مش مهم تقول لي ابو حجازين، ابو عيد، اي شيء اللي بدك اياه، بس بتحس انه في شيء لازم يكمل لانه بحس في نقص. وهذا الشيء ترى جديد صار عندنا، يعني احنا قبل هيك ما كانش في هاي اللوثه، اظن 10 سنوات صار في هاي اللوثه، مهتمه الناس مهتمه بانه انت يعني غيث. شو قصده لما قال لي غيث؟ لا ما قصديش شيء، ما انت اسمك غيث. اسمك غيث. دكتور جمال الشلبي خريج السوربون علوم سياسيه، واحد من اكثر الناس اللي بفهموا، اللي درسوني او درسوا بالجامعه الهاشميه بحياتي، يعني شفتهم وهيك حدا جد بفهم. مره كان مغير رقمه ورن لي اساس بتعرف يسحب علي فيلم وهيك، فحكى ما قدرتش اعرفه من الصوت، فبقول له والله مين معي؟ ولا بقول لي انا جمال الشلبي. فانا دكتور جمال الشلبي، جمال يعني لو دكتور، انا لو رحت زياره يعني مريت من قدام السوربون ما برضاش امي تناديني باسمي. جد؟ بقول لي امجد. لو انا يعني انت بدك تشغلني ليش؟ اذا بتسالني انا شو دارس او شو معي شهاده او كذا، بقول لك انا الدكتور جمال الشلبي او انا معي دكتوراه. بس ما دام احنا اصدقاء وبنحكي مع بعض اسمي جمال الشلبي، حتى على الفيسبوك اسمه جمال الشلبي. هو لانه واثق بحاله، هو عارف حاله، عارف انه يعني مش محتاج هذا اللقب، ما راح يزيده شرف ولا راح يزيده علم ولا راح يزيده. دكتور هشام غصيب معه دكتوراه ب 76 بفيزياء نظريه من بريطانيا. اسمه على الفيسبوك هشام غصيب. بس يا بي هذا لو كان عميد كليه عندنا بالحاره، وكان عميد كليه بالجامعه الاميره سميه، فاهم، ومنظر بال يعني تخيل هذا كله بالفيزياء، ومنظر بالماركسيه وباللينينيه، وحدا علامه واسمه على الفيسبوك هشام غصيب. ليه؟ لانه هو عارف انه المفروض 20 لقب. جد انا لو معي هاي الشهادات بحكيش مع حدا، جد بسكر تليفوني وبقعد في الدار. طيب الالقاب بتاثر على الفرص للاشخاص حتى يلاقوا لهم وظيفه، يلاقوا لهم مكان اجتماعي. يعني هو والله هم لو يقولوا مكان اجتماعي ما يحتاجوا الالقاب اصلا يعني، فهو بحس انه ممكن تكون فرصته احسن، وهذا الحكي مش حقيقي يعني، هذا احساس بس هو بالشيء الحقيقي. لا طبعا انا ما شفتش واحد يدعي شيء وزبط معه الموضوع ابدا. طيب هذا الادعاءات. نروح لاتصال. في معنا اتصال. الو، صباح الخير. صباح الخير ستي. هلا، صباح الورد. صباح الخير غيث. يا هلا ومرحبا. صباح الخير امجد. يا هلا. صباح الورد. تعرفنا بحضرتك. شدد لي على لقب دكتور سيدي، انا الدكتور وجدي مخاب. والله ونعم. أهلين دكتور. نحن حكيت. جزين صباح الخير. دكتور للجميع. دكتور طحونتي بتجاني من امبارح. طول البرنامج يا امجد. حبيبي. صباح الخير يا سيدي. طيب انا بدي احكي الله يسعد صباحك جميعا، انا مشارك دائما في هذا البرنامج منذ تاسيسه. نعم. بدي احكي في الجانب المضحك في هذا الموضوع. تفضل. وبدي احكي بالجانب المحزن والمؤلم. حلو. الجانب المضحك انه احنا يعني صارت عادي اجتماعيه وبيمارسوها كثير شبابنا، الله يطول لنا بعمرهم السحيجه. حلو. يعني بضحك والله غير ضيعنا. طيب كمل. والله ما بدي اضيعك. مش انت؟ لا والله امجد، والله انا خايف من امجد بس.
والله بصراحة إنه في ناس بتركض ورا المعالي صحيح من باب السيارة لعند الدار. صح 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 صح. المحزن في الموضوع يا سيد. نعم. خلي يعني إذا معي دقيقتين تصير اجتماعية. نعم. أنت بتدخل إلى عزاء. ميت شاب صغير عمره 19 سنة 20 سنة في المسجد أو في الكنيسة. نعم. الأهل قلبهم حزين. الناس معبي المكان مشاركة في هذا المكان المحزن وفي هذا الوضع المحزن. بدخل معالي متأخر 14 دقيقة عن الموضوع. بصير يدفش بحاله عشان يقعد في الكرسي الأمامي. صح. وتخصص لهم هاي الأماكن. تفضل معاليك تفضل سعادتك. واللي وصاحب العزاء بروح هو يسلم عليه كمان ويروح يأخذ العزاء منه. صح. رغم إنه الحقيقة إنه أنت ترجع إلى الأدب العربي. إحنا عرب متربيين على متربيين أسريا واجتماعيا ودينيا. أنت بتروح تسلم على اللي قلبه مكلوم. صح. مش هو بده يركض على سعادتك عشان إنه معليك عشان تسلم عليه. صح صح. طيب. حتى أصبح الناس تكره إنها تحتك في سعادة الناس المستحيجة. تكره إنها تحتك في سعادته معلي. نعم. لما أنت تكون دكتور مهندس ودرست 5 سنوات هندسة. نعم. وأفنيت كمان 15 سنة عشان تصير دكتور مهندس. وتحب الناس تناديك الدكتور المهندس أو الإعلامي. والله حقه. رغم إنها لا بتزيد ولا بتقدم على أبداً. الإنسان المشارك والإنسان المتواضع. أبدا. هسا لا تزيد ولا. نعم. تقدم. أنا بحكي لأصحابي اللي بناديني بعد الساعة 7 المساء بعد دوام عيادتي بدك تناديني دوام عيادتي ناديني حر. صحيح 100% صح. بس بعد الساعة 7 المساء تقول لي كمان دكتور وأنا قاعد مع أصحابي قاعد بالمسنجر. صح صح. لا أنا جردني من هاي الأشياء. بدي أرتاح نفسيا من هاي الأشياء. ما تحطني فيها. ما تخلي ابنك يناديك دكتور. 100% جردني من هاي الأشياء. رجعني لطبيعتي. فقدنا هاي السنت. فقدنا هاي الإحساس. وين ما بدك تدخل يعني احنا شبابنا المصريين البسطين للأعمال اللي بيجوا عنا وبحبهم كثير انا ودرست عندهم زراعه الاسنان. ناس بسطين. احيانا ممكن يطلق عليك صباح الخير يا باشا عطفتك ومعليك زيك. صح صح. اعطاك اياهم كلهم. في الحقيقه واحنا على وجه انتخابات كثير من الشباب يسعوا الى هذا اللقب. انا ما بعرف ليش. رغم انه صدقا الكثير من شبابنا المميزين يمتلكوا درجات علمية ومكانة اجتماعية أعلى من هذا اللقب والمسمى. ولا راح يدوسوش بحاجة إلى لقب لا معالي ولا سعادة ولا دولة. صح. يمكن ذكر أخونا أمجد قبل شوي على نماذج لعلماء بالفيزياء ودكاترة معروفين على مستوى العالم وبتجردوا من اسمه الألقاب. بالضبط. يعني حتى مش حاط على الفيسبوك اسمه الدكتور البروفيسور العالم الكذا بهذا الاسم. فاليوم الشخص لما يكون عارف حاله وعارف قيمته. عن جد أنا سامع كل كلمة وسبب مشاركتي أني أنا بسمع كل كلمة في هذا البرنامج دائما. الله يحفظك دكتور. يعني أنا بس أوصل لقب بروفيسور في طب الأسنان. والله لو تعطيني لقب أعلى لقب في هاي الألقاب كلها بكون متشرف في اللقب اللي وصلته بتعبي. طبعا. وصلته. صح. في شقائي. 100% وصلته في اجتهادي. وصلته في علمي. صح. يعني تقول لي معاليك وانا ولا اشي وتلغي لي كلمة بروفيسور وانا عشان اوصل لقب بروفيسور بكون وصل عمري 58 سنة بابحاث علمية ومشارك وبسافر وبتعب وببعد عن ولادي للنهار عشان ادرس واتعلم وازيد علمي بهاي بقضي عمري من عمر 7 سنوات لعمر 60 سنة عشان أوصل بروفيسور. بعدين أنت بترضى على حالك حدا يلغي لك هذا اللقب عشان يعطيك سعادة أو معالي. الإشي الثاني. صح. انتهت الفترة العملية. المعالي هو. صح. اللقب معالي أو سعادة. لا. هو لقب يمنح في فترة عمل الشخص. فترة العمل هذا اللي حكينا بالزبط. فيه وإحنا عندنا بظل الله وكلك مرتبط فيه طول العمر للممات وممكن يورثوه بعد بالزبط. فترة من كثر ما صرنا نسمعه. بدي أشكرك دكتور وجدي مخامر على مشاركتك وحديث الدكتور وجدي اليوم. فعلا لما تلاقي هذا المعالي أو العطوفة أو السعادة دخل بيت فرح أو بيت عرس بتلاقي الكل بده يبعد له ويفوته ويحطه بالصدر ويجي صاحب الفرح أو صاحب العزاء هو يأخذ العزاء منه. يعني صحيح. شوف لوين وصلنا من بس الموضوع اللقب. ما هو كمان انت عارف شو البطلة ما عادتش المشكلة بس بصاحب اللقب أو اللي يعني صارت مشكلة كمان بتعامل الناس معه. خلص معه يعني بني آدم عادي
وانا فعلا يعني زي ما حكينا قبل شوي وزي ما حكى الدكتور وجدي، لقبك متعلق بال يعني بفتره عملك، اوكي، سواء انت كنت في عيادتك، كنت في جامعتك، كنت في، بس بعد هيك خلص ما انت غيث وانا امجد وهي ساشا وقاعدين تمام. لما بدك تروح على مكان خلص ما انت غيث وانتهينا يعني. وكنت في وزير وخلصت وانت بس لا احنا وانت بتحكي على قصتي ورثوه، انا بعرف واحد ورث الهاي والله ورث. اه والله ورثها، تخيل. طيب كمان في عندنا مشكله صرنا نشوفها ونلاحظها اليوم، مدير مكتب المعالي ويعني اللي يرتبط بشغله مع احد اصحاب المعالي اليوم برضه هو معالي. طبعا لا لا هذا ما بيحكى، المشكله هذا بيكون معالي اكثر من معالي صح. لانه سايق فيها وانت شوف لما تدخل مثلا باي نقاش مع حدا حقيقي بتغلبش. بس هو المشكله بهذا اللي حاس حاله زي الممرض اللي حاس حاله اهم من الدكتور في المستشفى. لا يعني انت مهم في مكانك والله كثير مهم، ما يعني ما يعني فيش داعي انا نفخمك اكثر، لانه اذا بحط صورتك في اطار اكبر منها بيطلع المنظر بشع. صحيح، فبحط حالك في حجمك الطبيعي وهو مهم، مش حجمك الطبيعي صغير ابدا لا. ابدا، بس احنا ولكن انت مهم بموقعك، مش ضروري تلبس عباي اخرى. صحيح. طيب وين نروح ساشا؟ يلا، تعتبر الالقاب يا غيث ويا امجد جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للعديد من الثقافات، تحمل في طياتها دلالات اجتماعيه واقتصاديه وحتى تاريخية. ومع ذلك فإن سيطرة الألقاب على العلاقات بين الأفراد يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية على المستويين الاجتماعي والنفسي. وللحديث أكثر عن الموضوع بدنا نرحب بأستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي. يسعد صباحك يا دكتور. يسعد صباحكم، وكل التحية والاعتزاز لكم في عمان دي بي، وإليك أستاذ ساشا والأستاذ غيث وكل الإخوة الموجودين، يا مرحبا فيكم. يا هلا ومرحبا دكتور حسين. يعني دكتور، شو العوامل الاجتماعية والثقافية اللي أدت إلى انتشار ظاهرة الألقاب في المجتمع الأردني؟ شكرا لك. هي بداياتها تقريبا كانت مع الدولة العثمانية، ما كانت موجودة عندنا أصلا. معظم الألقاب إحنا ورثناها توريثا، وطبعا قمنا بعملية تجميل بعض هذه الألقاب وهذه الكنيات، وطورت لحد ما وصلت للعصر اللي احنا حاليا فيه. في الماضي يعني بتعرف في بداية إنشاء الدولة عندنا في الأردن ما كان في هناك فقر، وكان في يعني ما كان في حدا يقدر يعطي لحدا فلوس أو مكارم، فكانوا يكرموهم بهذه الألقاب. مثلا لقب الشيخ، مثلا على سبيل المثال الباشا، هاي الألقاب اللي جاءت مع الدولة العثمانية، صار كل واحد يعطيها هذا اللقب يكرم فيه واحد، واستمرت هذه الألقاب حتى دخلنا في عصر الحكومات، وبدأت الألقاب الأخرى اللي تأخذ كنيات يعني متعددة. وبالرغم من أنه إذا أنت تيجي تتطلع على هذه الكنيات مثلا بتلاقي أو الأسماء بتلاقي أنها يعني لها دلالات اجتماعية ولها دلالات نفسية في بعض المرات، مريحة قد تكون عند الآخرين إذا أنت ناديته فيها، وفي بعضها بيكون لا، مثلا ألقاب يعني غير مقبولة. الخطأ الكبير جدا أنه هذه الألقاب يعني عندما تمارس من باب التمييز أو من باب التفخيم أو من باب يعني إعطاء النرجسية والفوقية للناس وأنهم يتمسكوا فيها، وهذا الشيء اللي صار عندنا إحنا في هذا دكتور حسين يقودنا إنه إحنا فعلا أمام مرض اجتماعي يتعلق بالألقاب والمسميات وحبنا للمناداة باللقب قبل الاسم. بالتأكيد هذا مرض اجتماعي خطير جدا، لأنه أنت بتقدم الاسم أو بتقدم اللقب على الاسم. نعم. وهذا اللقب خلينا نسميه إحنا مرحلي، يعني أنت الآن أخذت لقب سعادة ولا عطوفة ولا معالي ولا دولة ولا ألقاب، خليني أحكي قد تكون ممكن ألقاب اجتماعية أخرى مثلا. هذه مرسيل أنا أظل أتورط فيها لولد الولد زي ما بيحكوا، وأظل أنا أتباهى وأفتخر فيها ويعني أتمسك فيها. وفي بعض الناس بيزعلوا ترى إذا ما أنت ناديته باللقب تبعه بيزعل، وفي ناس يعني بيأخذها من باب التودد والتقرب والتفخيم مشان الحصول على حاجة
معينة. لكن إحنا بهمنا بالدرجة الأولى إنه إحنا كلياتنا نكون حريصين أولا إذا حصلنا على هذا اللقب أن نكون على قد هذا اللقب. المعالي لازم يكون على قد كلمة المعالي، لأنه معالي هي السمو والرفعة، عطوفة. نعم. هو الإنسان العطوف، هو الإنسان اللي عنده رحمة واللي عنده شفقة على الناس الآخرين، يتعامل معاهم بكل محبة. مثلا صاحب الدولة هو صاحب الدولة الكريم المعطاء، الخادم للناس اللي بقدم خدماته وبفتح قلبه وروحه ومكتبه للناس. هذه هي المعنى الحقيقي للألقاب فعليا. هذه الألقاب على فكرة لها دلالات نفسية عند الناس. يعني لما أنت تيجي تتطلع مثلا بتقول سعادة، يعني سعادة الفلان الفلاني، يعني هم صحيح سعيد بهذا اللقب ونحن سعيدين إن ناديك، ولكن بدك تكون على قد السعادة. الآن برضو كمان اللي بياخذوا ألقاب، خليني أحكي، سواء كانت دينية ولا اجتماعية أخرى، فإحنا بدنا نكون أول إشي على قد هذه الألقاب، نكون عندنا مساواة. مثلا أحكي لك شغلة على سبيل المثال. نعم سريعا. إحنا عندنا في الأردن مثلا عندنا كلمة عامل وطن، صح؟ صدقني هذا اللقب الذي يقال إلى عمال الوطن، الله يبارك فيهم ويعطيهم العافية، هذا لا يختلف عن أي عامل آخر. يعني هل الوزير مش عامل وطن مثلا؟ هل صاحب العطوفة مش عامل وطن؟ هل رئيس الوزراء مش عامل بالوطن؟ كلهم عمال وطن. فإذا إحنا هون ليش نميز؟ ما بدي أنا تكون ألقاب تمييزية، بدي إياها ألقاب تكون ألقاب تحفيزية تشجيعية للناس. صحيح. وما بدي أزعل ولا أنه يكون شوفة حالي ولا أني أنا أنتظر هذا اللقب. والشغل الثاني الخطيرة أنه لما بصير يقولوا مثلا اللقب للابن، ابن الوزير، مرت الوزير، خالة الوزير، جارة الوزير، سايق الوزير، سايق دولته، صديق دولته مثلا، صاحب عطوفته، مدير مكتب عطوفته، اجل باشا طلع الباشا فات الباشا. لا هلا الشباب كمان بدلعوا بعضهم، كيفك يا كبير، شو اخبارك؟ صح يا صح، شو اخبارك يا عمده، شو اخبارك؟ صرنا ناخذ القاب من 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 الدول الاخرى مثلا، شو القابك يا، في مرات يا سنفور في الجامعه، في الجامعات لما بدخل الطالب سنة أولى بقولوا له كيفك يا سنفور مثلا. صحيح. الدكاترة عندنا إحنا منلقبهم يا بروف مثلا، يا بروفيسور، يا دوك، يا دكتور مثلا. هنا الحبيب مثلا بنقول له يا حب مثلا. في ألقاب حلوة بدنا نتميز فيها، بس بشرط. نعم. شرط أن لا يؤدي هذا إلى التمييز. صحيح. إلى الطبقية. نعم. إلى الفوقية. صح. وأن يؤدي إلى الاحترام ولن يؤدي إلى الاستعلائية. واثنين ما نأخذه معنا للممات، والله بورثوا يا دكتور، الله يرحمه، مش والله دولته كان صاحب مرحلة، والله دولته كان بالناس معالي، كان والنعي بكون معبى ألقاب. يعني زلمة توفى شو بدي فيده هالألقاب. بدي أشكرك، كل الشكر لك دكتور حسين الخزاع، أستاذ علم النفس والاجتماع، على هاي المداخلة الحلوة. فعلا أمجد حكى الدكتور شغلة والله مهمة، دلالات الألقاب اللي بتنحكى، يعني العطوف والسعادة دلالاتها جدا عميقة. معناته إحنا يعني إذا بدنا نعتمد هاي الدلالات اللي حكاها الدكتور حسين، وهو أكيد يعني أخبرنا بهذا الموضوع كونه دكتور عن النفس والاجتماع، بدنا نسحب كل اللي يعني بآخر 30 سنة أخذوه، ما في واحد. الألقاب لازم تكون تحفيزية يعني، ومش تمييزية، لازم تكون فعلا تحفز الناس اللي بيخدمهم والناس. صحيح. اللي بيشتغل عشان يرضيهم، وتقتصر على الخطابات الرسمية. الخطابات الرسمية ممكن أوكي، بس بكل مكان بدك تتواجد فيه، ما أنت في المطعم بدك تأكل، بدكش تمارس سلطاتك يعني منصبك السياسي اللي جاي تعمل خلاص. يعني ما يبغى تعرف شو، أنا مش بس بعد ما يطلع من الخدمة، لا أنت وأنت خارج مكتبك خلاص انتهت الحياة. يعني اليوم في إطار مجالنا اللي بنشتغل فيه، اليوم متى بنحكي للشخص إعلامي وصحفي؟ والله أنا أول ما بدخل كلية الإعلام الله وكيلك بلش إعلامي. بعدين أنا إعلامي بصراحة ما كنتش، يعني قبل 15 سنة ما كنتش أسمع عن حدا إعلامي. في صحفي، في كاتب صحفي، في مصور صحفي، في بس إعلامي كإعلامي أنا يعني حديثا صرت يعني بآخر 15 سنة 10 سنين صرت إعلامي إعلامي إعلامي، لدرجة إنه بطلت تعرف شو بيسوي الإعلامي. يعني إذا هذا إعلامي وهذا إعلامي، بس ما كل واحد شغلته غير. شو يعني شو هاللقب اصلا اللي منتشر؟ فهو صحفي بفهم انه في صحفي بيشتغل بالمجال الصحفي والعمل الصحفي، بس بس اعلامي كاعلامي لانه مجرد مقدم برامج. بعدين انا اقول لك شغله، انا بقدم برامج اعلامي، طبعا ما درستش صحف واعلام اصلا، فهمت علي كيف؟ فصار اللقب في واحد هسه بموقع الكتروني اذا اشتغل له شهرين زمن اتدرب فيه بحط الاعلامي بحطه على الفيسبوك.
يا ريت بس على الفيسبوك نقول لكم على جرس العمارة جارتكم جارتنا الإعلامية نفسي أعرف بني مش عشان هشي الفطول بس هذا وانت بالمجال صار لك سنين طيب يعني أمجد اليوم هيك إذا بدنا الخلاصة منك بهيك بثواني بسيطة شو حديثك للناس خصوصا هذول اللي بحبوا هالمسميات والله أنا بشوف الواحد مهم في إنجازه في الإشي اللي بيعمله هلا إذا أنت مش قادر تعمل إنجاز هذا موضوع ثاني بس أنا مش حاب لك إياه إنك ما تعمل إنجاز بحب إنك تعمل إنجاز علشان أنا تطلع من قلبي الكلمة وإذا ما طلعت مني هذا مش عدم احترامي لك بقول لك من يعني الشخصيات اللي كلنا متفقين عليها بنحكي عنها باسمها بدون أي لقب لأنه فعلا بتحس إنه يعني إنجازه أكبر من أي لقب ممكن نحطه باسمه فلا اعمل إشي وياريت لو نعمل إشي يعني يا ريت لو يكون في لكل حدا منا انجاز ومش شرط الانجاز انك يعني ترجع تفتح الاندلس مره ثانيه هو ببساطه انه انت تكون حقيقي في المكان اللي انت فيه شو ما كنت بتعمل كنت طبيب مهندس نجار كذا انت في مكانك يعني اكيد احسن يعني النجار في مكانه احسن من 10 دكاتره اخصائي قلب يعني ما انت في مكانك فانت مش بحاجه لاي لقب بس اعمل شغلك كويس بس هذا اللي بدنا اياه بس اعمل شغلك والله غير كلنا غير نفرح لك شكرا لك يا امجد على تواجدك معنا وعلى هالحديث اللطيف وصلنا بوجودك هون امجد وعذرنا صح هناك بدري اليوم ولكن يعني لا هو حكى لنا تحت الهواء انه شخص صباحي انا شخص صباحي بس انا بتواصلش مع البشريه قبل الساعه 12 عشان ما شرط عليك هذا وما بتتواصل مع الناس بيان تحرت ترند عليه الصبح بعدين اكتشفنا انه بعد 12 الله يعطيك العافيه شكرا لك امجد حجازين